الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعًا وحكس أبسيني العفة والمروءة وترفع عن الدنايا دور صوني دقف ودور صوني هاي يشرفته إلى الانتيدة إيانو إسكا إلى الياء إنو كرد عميلها الليتة الدقسوة أو كرد عيوه أخلاق دو حوي إسلامكو ومنزل عالي إله سبحانه وتعالى مؤمنين تأكم النيسي ومكان خاصة وروحي الدين ته يجوهرتي إسلامكوي رسولك عليه الصلاة والسلام حسن الخلقة وبركي لوي ديي وحاو شاقينو دين تنحر كيقاوي هاي إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق فاضلات أي وناكسن إسلام كأوضا قفك وحكا إلى النساء من الزلل والانحراف، وحكا لوك إلى النساء تصون المجتمعات من الفوضى والضياع. قفك قارهان بيو إلى النساء مجتمعنا قودهان بيو إلى النساء سلامة المجتمع وحكو جرتاه مجتمع بدباد ديسو يردسكي سبه إيه مكان ديسو هير سر نغطاه دمان به إن أخلاق فاضل كأي قبصدان أخلاق دا إسلام كه إن قاتان تاسع أمته كن ولان يان إسلام كه أباقي كه هانا يدد كي سنا أقصي باقي نقول يا أثار تيرات كه أقطع يانا تو هردا أي نقول إسا تو أولي جد بعينين رات كه وأنو بعين أو جيل بجيل كه كدم بيا أو إسكارسين يو هدي لكن أخلاق دو زوشو هدي أخلاق دو دنتو أمدنا ويد ميسا أمدها يحضارات كه أردن أخلاق مرك أيوان وحي كتصيان إن الدميان أخلاق دي إسلام كميش اللي قوايا وحي كتصيصا كوريقون الساسك هو سي أو كسو دميو تبديدنا أو دوش سرعون أو صور دعي حق سرع أو كسور دعيو إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا أمضه وأخلاق إنت أخلاق دو جوكتو وأي جوغان فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ودي أخلاق دي تكتو كدب تقيان اسم تاقي كريان أخلاق ما لقو جوغا قيم كوناكسن إيا أخلاق دي فاضل كإسلام كونوغو يرو وحكمدا انو قفكو دور صونادو انو شرفتيس الاليو العفة وضبط السلوك الانساني قفكو نفتيسي كأدكادة قفكو الالينا يشرفتيسي رسولك عليه الصلاة والسلام وحلق سورينا يا حديثة ولي رسولك أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في ضعمة رسولك عليه الصلاة والسلام أفر شيبا لإنو شيقيا وقالعة أفر تاقفكو هطو هايو قعان تاو جيران وحكا سوو كتاقابو حمي يليو فرصدك سوو كنافتو حكم يليو أما ندي سوو إلاليو عربكي سوو إلاليو ورخون كشيغو وحاو شيغيو أن أخلاق وناكسن هي دورصوني وحوداً رميني أو دورصوده أو كإلالي حاران تاو أو اسكي هفو ويسكي هقاجيو وحاوداً رمينيو لكن هدو حلب أفقليو أما ناكا سولو ديبا هدو ضيعو هذا الكيسي هدو بين تاكوبضيو وبين ميران أو دفكي قليو أخلاق دي سادي حماته وحوي وحكا سوهايا وحيو تريان مجرو دور صوني دي وحوي قفك مسلم كاو إسكا إلالية خلق حن إسكا إلالية وحيابها اللي تأوردن علاقاتك وناجية شرفت وناجية أعراض دفك إلالية إسكا نمرك والله إلالنية إفضوك رسولك عليه الصلاة والسلام أتكارت أي كمتاي أكد عيسان إنو أي رسولك إنو جدي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إله وحكو ويدي سهنون الله كعبسي دور صوني يغني نمو الغنى غنى نفسي مها قعمها أبوحة وقلبك أبوحة وفحضر كيسا قلبك إيسا أبوحة لكن قعميسو أمريهين وهذا مبسوطة إلى حد مبسوطة مدو حضر كيسا قعميسا أبوحانا دنا ورور قلبك وكفر يسن لا يهي وكوول بهارسي يهي وإنت يرق عمها وكوها يا أي دبايسو قلت هو الله كعبسك هدود دقو انت قعانت أطوى إسانا وإلى شمي انت هدو ورور إسا إله بحفظنا إياه انت أنا ذهين إله بكسين إياه هل كان للربو إن إله كحدا وقلبك عفة قرانك وأكسو أروري إري قاسي ملف ربضا أي أكسو أروري أو ضدك باهن دورسوني دو وقف يعني باهي ذا جرتاء يؤسك إلى أن يأنو كدورسونا دو إن ملحنا يجلسو للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم وحلقها الله يا تد مهاجرين أو للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ميل هيغا نقوأه دينة إلهي مرول بدعوذي إلهي نفتو ذوهي بيين خلقا في سبيل الله أيا أي كجران
أو وحي سوى يعني أمرك رسولك عليه الصلاة والسلام لا يصدعون ضربا في الأرض ما كر يعني دورك أوكعان إلي سورة سدان قرس كوكا أو أوامر أي سوى يعني إسلامك كأمر قادنا يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف بلايك تطباهي أي هايسو أي إيمانك وقنجها جوكا لينوصو ريا قفك باهدي سوى حلقة سورة وجيكا قف غنيمة دي سو حلقة سورة وجهة وحوي دركن يلبس كن يوحنا وصورها عيون تبين مؤمنين تبى الله إن تصيا فقرضها أها إبهنا إهيج إن كعيدا كإسلام كأها المسألة النبي وجهه عليه الصلاة والسلام هو أمر تقادنا يين قف البدنه يساون وكعين أي الله إن صورة يا وحليلة أمر ما هي سان الدلك وكعاني سورة سدان وحي عنان حتى بدت كأباهن إبه إذا نو أركينه halka ay ku sugan yihiin iyo sida ayna u dhaqdhaqaaqaynin ayaa la leeyahay xasabuhum aljahil ka kawar la een warka haynin waxa uu maleeynaa aqniyaa amina taafuf kuwa qaninima kuwa maal qabeena ayaa uu maleeynaa maxaa lagu maleeynaa amina taafuf dhowrsoonida taariifum bisimaan wujuhdooda ka garanaysa wanaaga ku duugan halka dhowrsoonidu waa taa waman kana ganiyan falyasafif waman kana faqiran falyaakul bilma'ruf qofka waxa la yiraahdo xoolo agoomeed haya ee uu shaqeynaya agoonta ee maalkoogi mashquulka ku yihi haduu haysto ha ka dhowrsoonada baa laydu wuxooga haduu faqir yahayna tii inta saxiir suuq ee laga qaato intaasi in buu ka qaadanayaa kama badsanayo ee qof ugu shaqeeyo shaqaalaha kale waman kana ganiyan falyasafif al-iffa qofka oo naftiisa xakameeyay oo naftiisi wanaajiyay oo naftiisi gacmaha ku dhigay taasina waa laga cabiray walyasafif alladina la yajiduna nikaha tan yirti bal la hadlayo leeyahay hadhowrsoonadaan dadka aan guur helaynin hadhowrsoonadaan oo naftooda ka adkaadaan hatta yugniyahum allahu min fadli ila ilaha fadligi sawsina fadliga ilaha baa maqane waxa weey al-ifadu in badan ayaa quraanka ku soo aroray in ifadu waxa kamid ah qofka oo xubintiisa taranka ilaaliya oo ilaalintaasina muuminiinta ilaha waa u hadlay subhanahu wa ta'ala asbaabta iyo muqaddamaadka keena ee shaydaanka uu soo galay ayaa laga hadlay qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن خرك الباب بدل لو حريا ودك استوسو مر لها الشيطان قفك مؤمن كاين ويسك إلى عليه العفة وحكمة قفك علوشي سي إسنا دورة وكدورة إن وحن أو عناء أو قليو إله وحن ويديسننا سبحانه وتعالى إن أو إنه إلى علي إسلام نمضى إنه عفة إنه أرزاق سبحانه وتعالى إنه أخلاق فاضل كأي وناكسنا إسلام سبحانه وتعالى أو يسوي إنه تربيه وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.